اخوكم الكابتن احمد عجيبه عامل لقب 61 كيلو في مصر هنا في المونستر. ان شاء الله هشارك في يوم 25 مع لاعب ايزاد باي ميتال امريتنج فور يو ان كايرو ايجيبت. كابتن طه ان شاء الله نلعب على ميزان 57 وابقى اول ان شاء الله واحد في الام اف سي يشيل لقب ميزانيه. واي حد في مصر عايز يلعب على 61 في الايفن اللي بعد شهر 2 ان شاء الله انا موجود وبتحدى اي حد عنده الامكانيه انه يقف قدام الكاتب. شكرا. انا والله العظيم عملت اللي عليا وده الحمد لله يعني ربنا سبحانه وتعالى وانا ليا شرف طبعا ان انا والله تحديدا دعم عايز يا كابتن فادي عايز يا كابتن عايز يا كابتن والله انا شيء شرفني طبعا ان انا اتفرج على حضرتك بس طبعا لطيف ده حط سبحانه وتعالى الله يا طبعا انا اتكلم معاك والله العظيم ده انا كان نفسي ارفع ال جيب الحزام وتشرفت بس الحمد لله دي النتيجه ولكن والله العظيم قلت اي تعريف الحمد لله قدر ما الله ما شاء فعل وليا شرف طبعا ان اتمرن تحت حضرتك والله